صباح الخير على الجميع. سوف تبتدئ فعاليات المؤتمر بعد لحظات. مرحبا بكم. ثماني دقائق ويبتدئ المؤتمر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام وبركاته. السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام. السلام ورحمة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتورة رابعة تمار، أرحب بالجميع. مرحبا بك أستاذ الكريم. من سيفتتح دكتور؟ هل نبدأ دكتور؟ السلام عليكم، صباح الخير أستاذ تمار. صباح النور، صباح النور للجميع. مرحب بكم في إطار افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي المعنون بالإساءة الجنسية للأطفال، الواقع وسبل المعالجة. هل أنتم معي؟ دكتور كريم ودكتورة ناجية والحضور طبعا. نعم نحن نسمعك أستاذة، نحن نسمعك. هل نبدأ دكتورة؟ الدكتورة ننتظر 5 دقائق ونبدأ. شكرا شكرا شكرا. 5 دقائق.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يسعدنا في المركز الديمقراطي العربي بالتعاون مع جامعة فلسطين الأهلية وكلية الآداب الجميل بجامعة التابعة لجامعة صبراتة وكلية الحقوق العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة عبد الملك السعدي وماستر حقوق الإنسان بجامعة عبد الملك السعدي بالمملكة المغربية، أن نفتتح هذا المؤتمر الافتراضي العلمي ذو الموضوع الهام جدا في راهننا وواقعنا المعاصر، ألا وهو الإساءة الجنسية للأطفال، الواقع وسبل المعالجة. هذا المؤتمر والذي اتخذ محاور عدة واستمر لفترة من الزمن في إطار تلقي البحوث الأكاديمية والعلمية، والتي تمكنت اللجنة العلمية تحت رئاسة الدكتورة ربيعة تمار من تحكيمها والسهر على أن تكون في برنامج اليوم لتمكن المشاركين. وأشير هنا إلى أن الصوت على ما أعتقد جيد، لأنه يكفيني أن أرى أيقونة الصوت أسفل الشاشة على اليسار، ويظهر لي الميكروفون فيه إشارات خضراء تبرز مستوى الصوت الذي يداع مباشرة على الزوم. لذلك أنصح ممن لديه مشكل الصوت ولا يستطيع سماعنا أن ينظر في إعدادات الحاسوب لكي يضبط الصوت. في هذه الجلسة الافتتاحية أقدم الكلمة للسيدة المحترمة الدكتورة ربيعة تمار، رئيسة المؤتمر
تقدم لنا المؤتمر وأشغاله، وأيضا نبذة عن التحضيرات الأولية التي قادت إلى انعقاده صباح اليوم. تفضلي دكتور. الصوت دكتورة غير مسموع، المرجو تفعيل الميكروفون. السلام عليكم دكتور كريم، ونشكركم لجهودكم الجبارة، فأنتم والدكتورة ناجية والدكتور سهيب والدكتور عمار من جنود الخفاء، ولولا مشيئة الله عز وجل ودعمه، ولولا دعمكم لما وصلنا إلى هذه النقطة دكتور. نبدأ معا هذا المؤتمر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السيد عماد الزير رئيس جامعة فلسطين الأهلية، السيد الدكتور محمد حسين رابح رئيس كلية الآداب الجميل جامعة براتا ليبيا، السيد عبد القادر مساعد منسق ماستر حقوق الإنسانية كلية العلوم الاجتماعية والقانونية عبد المالك السعدي، عبد المالك السعدي المغرب العربي، السيد المحترم عمار شرعان رئيس المركز الديمقراطي، السادة الحضور، السادة العمداء، أرحب بكم في هذا الصباح الجميل في إطار افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي المعنون بالإساءة الجنسية للأطفال الواقع وسبل المعالجة. إنه من دواعي سرورنا أن نرحب بكم في هذا الصباح في إطار افتتاحيات مؤتمرنا الدولي. أسجل اعتزازي الكبير بالمشاركة في هذا المؤتمر ولترأسه، وغايتي أن أقدم الجديد والمفيد خاصة فيما يتعلق بموضوع الإساءة الجنسية أو حماية الطفولة بصفة عامة لذلك جاء مؤتمرنا هذا كتتويج لرؤية أو رسالة تمس فئة حساسة جدا في المجتمع، ألا وهي الطفولة، وحاولنا من خلاله أن نطرح السبل القانونية أو الاجتماعية أو الإعلامية لحماية الأطفال من هذه الظاهرة، إذ أن التحرش الجنسي بالأطفال هو جريمة العصر، حيث يواجه يعني ملايين الأطفال عبر العالم العربي وكذلك عبر العالم ككل صورا من الإساءات الجنسية مختلفة من الإساءات الجنسية، وقد يتعرض